بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميتابول ليست، الميتابول، الميتابول اتريتور، اسف سوري، الميتابول اتريتور. هعمل المين فانكشن بتاعتي. احنا خدنا الايم ميتابول اتريتور، وهناخد دلوقتي الايه الميتابول اتريتور عشان نقدر نعمل عمليه الايه، نقاد نقضي نسيت يعني تشينج ريبليس الى اخره. فعرفت الليست بتاعتي امبس بتساوي ميتابول ليست اوف، وممكن اقول سترينج وممكن ما احددهاش، قلت له كحيل صبور ومهيمن على نفس المثال اللي احنا شغالين عليه. هشيل بس دي، خلاص هو هيعرف اوتوماتيك من الايه، من الفاليوز اللي انا باعتها عشان الحجم بتاعنا يبقى واضح. والامبس اهي خلاص، وهم جاي عامل بقى ايه الميتابول ايه اتريتور بتاعي اللي انا عايز استخدمه. وده هقول له روح على الامبس اللي هي الليسته بتاعتي كانت موجوده دوت اتريتور. خلاص ماشي. طب هو بقت ميتابول اتريتور ليه؟ لان هو اصلا الليسته كانت ميتابول ليست، فالاتريتور بتاعي يبقى ميتابول ايه، ميتابول اتريتور. فهقول له ميتابول اتريتور دوت نيكست. ف طبعا هيبقى واقف، يعني هياخد اول واحد المفروض الكحيل، يعني لو المفروض لو طبعنا الميتابول اتريتور نيكست دي هترجع لي كلمه كحيل. تعال نعمل لها برينت لاين كده، برينت لاين. تمام جدا. طب ميتابول اتريتور دوت ريموف، هيقوم حاسب حذف مين؟ حذف اللي واقف عليه اللي هو كحيل. خلاص كده. طيب تعال نشوفها، تعال نطبع برضه. هقول له افتر ريموف الايتم، وتعال نطبع نعمل علامه الدولار ساين، ونطبع الامبس اللي هي الليسته بتاعتي. المفروض انا حذفت كده كحيل، فالمفروض يطلع لي صبور ومهيمن بس، وكحيل كده بالنسبه لنا اتحذف. تمام. فعلا طبعا اول واحده طبعت لي كحيل اللي هي كانت ايه، اللي هي نيكست، وافتر طبعا صبور ومهم زي ما احنا قلنا. كويس جدا. طيب احنا طبعا عملنا ريموف، لكن نقدر نعمل برضو اد، نرجع الراجل تاني مش مشكله خالص. يعني ارجع كده الكود بتاعي واقول له ايه الميتابول اتريتور اللي احنا كنا شغالين عليه دوت من شويه دوت اد، واد الحاجه بتاعتي. طيب لكن لو انا في طريقه تانية، اللي هي الميتابول اتريتور ليست دي برضو اقدر اعمل بقى انسيرت للايتم، اعمل بقى ريبليس لايتم موجود لميتابول ليست اتريتور. والاليمنتس هشتغل عليها وانا بقى اتريت عادي. عملت ايه؟ ميتابول ليست اتريتور، ميتابول ليست اتريتور، وقلت له ايه؟ امبس دوت ليست اتريتور. يبقى كان عندنا اتريتور فانكشن اسمها اتريتور، وفانكشن اسمها ايه؟ ليست اتريتور. وبرضو بنقدر نغير، لو كانت دي ليست ممكن نخليها هنا ليست، وممكن نخليها ست. دي الميتابول ايه ليست اتريتور. المهم دي طريقه ثانيه برضو نفس الكلام بتفيدني لو انا عايز اعمل انسيرت او ريبليس للاليمنتس موجوده عندي. فقلت الميتابول ليست اتريتور دوت اد كحيل، رجعت اهو تاني بس في الاتريتور الثاني بعد ما عملت ريموف، رجعته ثاني بالميتابول ليست اتريتور. طيب هل هو بس بضيف؟ لا، ممكن برضو عادي جدا اقدر اعمل كل العمليات العاديه جدا بتاعتي. فانا هطبع الامبس بعد ما ضفت كحيل، فتبقى رجعت لاصلها، فتبقى رجعت لايه؟ لاصلها. طيب هقول له الميتابول ليست اتريتور نيكست، فدي المفروض تتكتب لي مين؟ اللي بعده. خلاص الاليمنت اللي بعده. فهاجي المره دي اقول له دوت، مش اد بقى ولا دوت، هقول له دوت ست. يعني هو هينقل نفسه على بعد اللي بعد الكحيل ست، يعني هعمل ابديت عليه او هعمل ريبليس عليه. فالاسم اللي هيبقى بعده هخليه ميسر، فالمفروض كان اسمه كان صبور. اهي فعلا هو انا عمل نيكس، فانا على صبور، وانا على صبور دلوقتي قلت له ايه؟ رابلس بميسر، فهيغير اسم صبور ويخليه ايه؟ يخليه ميسر. وكده يبقى عدل، يبقى كحيل ميسر ومهيمن. لو جينا عملت برنت لاين للامبس، مفترض دي تكون النتيجه. تعال نعمل كليك يمين ونقول رن ونشوف النتيجه بتاعتنا تبقى عامله ازاي، او زي ما طلعت كحيل وميسر ومهيمن زي ما احنا شايفين. هو عمل ريبليس فعلا للكلمه كحيل، طبعا دي كانت بتطبع، وكده دي بعد الاضافه كحيل اضافت، وبعد كده بعد التشينجنج كحيل وميسر وايه ومهيمن زي ما احنا شايفين. دي كانت كده ايه بسبب التعديلات اللي احنا عملناها. ادي كحيل وبعدها الاضافه الطباعه فاضافت، وادي الايه نيكست وعمل تشينج لصبور، بعد كده نيكست بقى واقف على صبور، بعد كده قلت له ست، فقام غيره كلمه ايه ميسر، وطبع الباقي كان زي ما احنا شايفين كده.